اهلا، معكم رغد، واليوم ان شاء الله بنسوي وصفة دجاج مرة لذيذة. وبما ان الدجاج شيء اساسي في اكلنا، فحلو بيقل فترة وفترة نجرب نغير يعني، ونجرب اشياء جديدة ونكهات جديدة. فالحين اوريكم مقادير وبعدها ان شاء الله نبدأ بالطريقة. اول شيء نتبل 3 صدور دجاج مقطع مكعبات بثلاث ملاعق كبيرة صويا معتدلة، ملعقتين كبار كاتشب، ملعقتين كبار خل، وملعقتين نشا وملح، ونخلطهم مع بعض ونتركهم على جنب. في مقلات عميقة نحط شوية زيت مع 3/4 كوب كاجو ونقلبه حتى يتحمر ونرفعه. بنفس المقلات وبنفس الزيت نحط الدجاج المتبل ونقلبه على نار عالية إلى ما يتحمر. انتبهوا لا يحترق لأنه في نشا، فقلبوه بسرعة يعني ما توقفون أبد طول فترة الطبخ. بعدين نضيف ملعقة صغيرة من الثوم وزنجبيل طازج مفروم، حبة فلفل حار مقطع شرايح، وبعدين رشة فلفل أسود، وبروكلي أو أي خضار تحبونه يعني مو بس البروكلي. وبعدين عاد نقلبه شوي لما يذبل البروكلي، بس بدون ما يستوي يعني بيظل في قرمشة شوي. بعدين نصب عليه تقريبا كوب مرق دجاج أو موية، ونرجع الكاجو ونقلبه معه حتى ياخذ غلوة بس. بعدين نرفعه ونقدمه مع الرز ونزينه بالبصل. وهذه كانت وصفتنا لليوم، أتمنى أنكم حبيتوها وتجربونها إن شاء الله، واكتبونا تجاربكم تحت في التعليقات ورأيكم فيها، ولا تنسون لايك وسبسكرايب، وبالعافية.